بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم على ريلي زد اي بي اللي هو اي ار بي ريلي شغال زي اوفر كارنت. الفانكشن بتاعته اوفر كارنت. فاول حاجه بعد ما تفتح السوفت وير بيتواصل مع الجهاز، هو بيتواصل بوصلة سيمنز أو بصلة السل، جهاز السل. لا ده بيدخل دايركت على طول، بتدخل دايركت هنا على طول، يعني بدل ما تختار هنا كده انستليشن كده. انا اوريدي انت زودت واحدة، معرفش ليه انت عملت واحده جديده. انا دلت ديت انا مش محتاجها، انا معامل اتنين بس. واحده مسميها باسم وصله السل، وواحده مسميها بوصله البرينتر، لان هو جهاز فيه اوبشن انك تقدر تتواصل معاه من خلال وصله البرينتر العاديه اليو اس بي ووصله السل. تمام، هتقدر اللي انت مظبطها. طبعا كل وصله بتتعرف لها كم معينه، فانا يعني وصله السل بتاعتك لو معاك مختلفه عن اللي معايا، بس في اسم التسميه الكم بتاعها يعني. فده متثبت عليه الكم بتاعته هنا مظبوطه، كم 3 والكلام ده. فتعلم عليها كده وكومنيكيت. المفروض لو المظبوطه صح والبارامتر صح يعني هتخش هيتواصل على طول. لو الكونفيجريشن اوريدي عندك على الجهاز هيدخل على طول، لو مش عندك هيسالك تحفظ الكونفيجريشن ولا لا. بتحفظها افضل عشان ينزل لك كل السيتنج بتاعك مظبوط، لان احيانا بيكون في يوزر سيتنج بيتطلب انك انت تحفظ الكونفيجريشن على الجهاز عشان يوريها لك في السيتنج. خلاص هو كده فتح. نبتدي نستعرض الريلي. هو ده العنوان ده اللي هو بالازرق ده، مكتوب 307 IRV. 7 IRV ده معناها الاوفر كارنت لشركه زد اي بي. فبنفتح هنا اول قائمه اسمها الاستيتس. الاستيتس ديت بتوريك الاستيتس اللي على الجهاز، مثلا ديجيتال باينري انبوت او ديجيتال باينري اوت، او حتى الفيرشوال في لما تيجي تستخدم الفايبر بتقدر تشوف الستيتس بتاعتها من هنا. تاني قائمة هي الكونفيجريشن. طيب ودي الكونفيجريشن اللي هي بقدر من خلالها اعمل موديفايد للانبوت والاوتبوت والاديوكيشن، حتى لو في لوجيك فانكشن انا عايز اضيفها شروط معينه، لو هشغل وظيفه مختلفه واترك لوزر او اي حاجه غير الاوفر كارنت اللي انا اصلا عايز اختبره. فبتتطلب احيانا بعض الفانكشن لعمل وظيفه اضافيه، فبقدر من خلال الكونفيجريشن اضيفها من اللوجيك من هنا. طيب انا هنا بفتح برضو عشان اشوف الانبوت والاوتبوت والليد انديكيشن مظبطين ازاي، او اقدر اظبطهم كده حسب السكيم اللي عندي. مثلا الاوتبوت واحد شغال اوفر كارنت او اي حاجه زي كده، فبقدر اظبطه من هنا. الاوتبوت 01 ده انا ما اعرفش هو ايه، مكتوب ليه اوتبوت 01؟ ممكن يكون متجهز لشيء يعني. فبقعد ابحث على الحاجه اللي انا عايز اشوفها تشتغل معايا ايه بالظبط. مثلا لو انا اخترت بروتكشن، واقدر اختار الفانكشن من هنا اللي هو هيشتغل معاها اوت 1. تمام، وفي الاخير هو في انا مش عايز الكلام ده. برضو الليد انديكيشن نفس الشيء والانبوت نفس الشيء، بقدر اوظفها من بالشكل ده. لكن انا عارف ان في الجهاز ده بالذات، مش كل اجهزه زد اي بي كده، بس في الجهاز ده بالذات في كونتاكت اسمه تريب كونتاكت، فده انف بالنسبه لك ان انت تقدر تختبر بيه كل الفانكشن. لو عمل التريب فعلا للريلي الكونتاكت ده هيقفل ويطرب معايا وهو كفايه. بعد كده بعد قائمه كونفيجريشن في سيتنج. السيتنج ده بقى هو ده اللي فيه البروتكشن سيتنج،
فانكشن اللي انت عايزها. اول حاجه النومينال فاليو اللي هي انت عارف النومينال اللي هو السكندري بتاعك بتاع التيار 5 ولا 1. طبعا بتعمل كوليكت للسيتنج من هنا. طبعا كده بعد ما قرأ السيتنج كله بتعمل اكسبت بحيث ان يبقى عندك هنا في الجزئيه دي كرنت فاليو اللي هي موجوده على الريلي بالفعل، والنيو فاليو اللي انت عايز تغيرها او تضيفها. لو محاولات التيار على 1 مش على 5 تقدر تغير دي وتخليها 1. لو هي على 5 تسيبها. انا عندي هنا على 5، اتاكد كده بس. عندي هنا على 5 هنسيبها على 5. كده بصير لي 5 والله. ماشي. بعد كده بعد النومينال فاليو طبعا المحولات على 120 هنا بنكتب السكندري و60 هرتز. اتاكد منها عشان لو بتحن الفولت ولا حاجه وما حطيتش الفولت الهرتز بتاعه كويس مش هيطلع معاك ولا هيظهر معاك اصلا. الديت والتايم ده سنكرونايز مع مش يعني مش مع الساس وكده، ما بنستخدمهوش في الوحدات العاديه اللي ما فيهاش ساس. الكوميونيكيشن لو عندك كوميونيكيشن فايبر برضو مع الساس بتقدر تعمل له بورت من هنا تظبط يعني الاي بي ادرس بتاعه. لا الفايبر قصدي بتظبط كميات الفيرشوال من هنا اللي هو لازم تخلي البورت 1 او 2 يس، والفيرشوال تختار الحاجه اللي انت هتنقلها عن طريق الفايبر من النيو فاليو هنا نال يعني ما فيش، تختار الحاجه اللي انت عايز تنقلها بالفايبر من دول. دي الكوميونيكيشن او الحاجات اللي عايزين نعرفها في الكوميونيكيشن استخداماتنا ليه. جنرال هنا الكميات اللي هي الحاجات اللي هي اول حاجه في الجنرال الاسم المحطه والمحول ورقم الخليه او البريكر يعني، واليونت في الخدمه ولا لا، والسيتي ريشيو. بقى السيتي ريشيو هنا بتتكتب على بعضها بقى. خلاص كتبنا في النومينال فاليو قيمه السكندري، وهنا بتكتب السيتي ريشيو على بعضها. انا السيتي ريشيو عندي هنا 300 على 5. طبعا 300 على 5 فيها 60، هتكتب هنا 60. وطبعا هو النيوترال دي برضه تكتبها 60 اللي هو الارث فولت بتربطه مع الفازات. ولو عندك سنسيتيف ارث فولت ممكن ما تكتبهاش خالص هنا او تكتبها اي قيمه مش هتفرق، لان على حسب لو عندك سنسيتيف ارث فولت راكب على الكابل او لا. وبرضه في حاجه اسمها بلورايزنج سي تي ريشيو لو موجود عندك في السكيم، وده الفي تي. الفي تي المفروض هو على 120 بس انا ما عنديش اصلا ويرات في تي، فلو لو عندي ويرات انا الجهد بتاعي 33 كيلو وهو راكب على 33 على 120 هيديني 275 275. يبقى تكتب هنا 275. لو عندك استخدامات البصبار في حاله السنكرونايزنج هتقدر تستخدمها برضو تشوف الفي تي على كام. في كويل انالوج كويل للفولتج بتاع السنكرونايزيشن هتركبه هنا. بعد كده كباسيف في تي في السيكونس عندك في السيكونس تقدر تغيره من هنا اي بي سي ولا اي سي بي. عندك كام في تي ريفرنس انجل. طيب بعد كده طبعا ريفرنس انجل دي بتنفعك في الدايركشنال. الانبوت والاوتبوت دي حاجات استخداماتها بسيطه ما بتضرناش في شيء. هو بالديفولت بتاعه بيجي الانبوت والاوتبوت شغالين على حسب الكونفيجر اللي انت عملتهم قبل كده، فما بنلعبش فيها وما بنستخدمهاش. البروتكشن اول حاجه عندي هو جهاز شغال اوفر كارنت. هو طبعا فيه وظائف كتير ما شاء الله زي ما احنا شايفين، اوفر كارنت والفولتج بانواعه واندر واوفر ونيجاتيف سيكونس ونيوترال نيجاتيف سيكونس وجراوند اوفر فولتج وفيز اندر فولتج وريزوليوشن بس احنا مش مستخدمينه. فريكوانسي وانواعه طبعا اوفر فريكوانسي اندر فريكوانسي فريكوانسي ريت تشينج. في بريكر فيل وفي ريسيدوال كارنت وفي اوبن فيز كارنت ترانسفورمر سوبر فيجن فولتج سنكرونايزيشن ثيرمال ايمج دايركشن باور اندر كارنت. وظائف مختلفه كتير. احنا هنا بنستخدم الريلي كاوفر كارنت. الريلي ما شاء الله زي ما شفتوا كده حجمه كبير. هنفتح الاوفر كارنت. طبعا في ريكلوزر تحت هنا برضو
لو لو في وقت ان شاء الله نختبره. فالاوفر كارنت فيه عندي دايركشنال، هو انتوا عارفين الاوفر كارنت فيه دايركشنال ونون دايركشنال. دي الانجل اللي هو المفروض تتظبط للدايركشنال عشان نشتغله كدايركشنال، هنا الهارمونيك بلوك، وفي التايم اوفر كارنت، هو ده بقى اللي احنا هنشتغل عليه. التايم اوفر كارنت العادي خالص الفيز تايم اوفر كارنت اول فانكشن فيه يونت 1 يونت 2 يونت 3، يعني عن هو مديك 3 ليفل او 3 مستويات مختلفه لل الفيز تايم اوفر كارنت. هنبص عليها في السكيم. بالنسبه ده للجهاز في الديزاين، هنا 13 14 15 16 دي تيست بلاج، لازم اعمل شورت هنا لانها قريبه، هوصل 13 مع 14 و15 16 جامبر، بحيث ان التست بلاج بتعزل اليمين عن الشمال، فابتدي اوصل جنابر عشان اوصل دي سي للجهاز تاني. ده الجهاز بتاعي اي ار في اللي هو 50 على 51 كوما 50N على 51N، يعني 51 ده انستانتينيوس 51 اوفر كارنت، وهنا انستانتينيوس ايرث فولت واوفر كارنت او ايرث فولت فانكشن. وبيقول لك لو عايز ديتيلز بتروح الشيت 31. هنا هو مستخدم الفيزا ار واي بي او اي بي سي، وكان ناسي النيوترال، فلما جيت اختبرت الايرث فولت ما اشتغلش معايا، شفت الديتيلز في صف شيت 31. الديتيلز بالطريقه ديت هنا، وجدت ان اي بي سي فعلا، وفي ان لقيته مش مستخدم الان في الديزاينر تقريبا ناسيها يعني، فاضفتها زي ما هو ضايفها هنا كده عشان الارث فورت يشتغل، وبالفعل اشتغل زي ما هنشوف كده في الفيديو. لما اضفته بالشكل ده اشتغل فعلا، قطعت الحته ديت وضفتها. هو مسموح لك تعمل التعديل ده طالما انت فاهم انت بتعمل ايه. ووصلت التست بلاج بعد ما عملت الجامبر هنا وجامبر هنا، وصلت الريد هنا واليلو والبلو والبلاك زي ما انا عملت كده، الريد واليلو والبلو والبلاك على النيوترال، دول التيارات اي ال 1 وال 2 وال 3، ودي جهود لو هستخدم جهود، وده ريفرنس فولتج. انا استخداماتي على التيارات بس، هنا ار اللي هي دي بالزاويه 0، واي بزاويه 240، والبلو بزاويه 120. ودي التست بلاك بتاعتي زي ما شايفين كده، ريد ويلو وبلو وبلاك، دول اللي تحت دول 22 24 26 28، وهي دي الجمبرين السود دول 13 14 15 16، واللي فوق احمر واسود للكونتاكت اللي هيفصل الحقن اللي هو ايه كونتاكت التريب اللي هو ده، ادي 22 24 26 28، وادي الكونتاكت اللي هيفصل الحقن، جايبه من 10 12 زي ما الديزاين بيقول. من هنا 10 و12 C7 C8. لو رجعت للديتيلز بيقول لي الديتيلز بتاع اف 1 ده في صفحه 9/4B، ادي الصفحه 9 اللي احنا كنا فيها 4B، بيقول لي ده C7 C8، ده تريب، ده اجباري تريب يعني مش بروجرامبل، يعني كونتاكتات السبير دي كلها بروجرامبل، اما اللي مكتوب عليها تريب او كلوز، كلوز ده معناها انها شغاله مع الاوتو كلوزر تريب 1 او 2، تقدر تستخدمهم يعمل تريب للبريكر 1 أو 2 زي ما انت عايز. هي دي الجزئية اللي كنت بتكلم عليها بتاعت الارث فولت، انك لازم تاخد بالك منها، لو مش مضافة تقدر تضيفها عشان تقدر تختبر الفانكشن بتاع الارث فولت اللي هي دي، اللي هي نيوترال تايم اوفر كارنت، مش هتشتغل ابدا حتى لو عملتها يس الا لما تفعل الانالوج انبوت بتاعها اللي هو ده، الانالوج انبوت بتاعها تدخله في دايرة التيار. الفيس تايم اوفر كارنت دي اليونت بتاع الاوفر كارنت، الثلاث كويلات اللي شفناهم في الرسومات هم دول اللي هي الفيزا ار والواي والبي، بتقدر من خلال السيتنج دوت تقدر تخلي لو في تيار مر في اي كويل من الثلاث فازات اكتر من السيتنج ده اللي هو نص امبير، بيعمل عندي تريب للمفتاح بتاع الدايره اللي بتركب عليها الاوفر كارنت او المحول، هو ده بالنسبه لي محول. ظبطنا على نص امبير،
و ديفينت تايم، وطبعا لازم هنا نعمل يس علشان يشتغل. وده بالنسبه للتايم فاكتور لو هو مش ديفينت، وده التايم بتاعه اللي هو 1 ثانيه. طبعا لو جيت تختبر بيك اب ودروب اوف لازم تعمله بزيرو، والا هيديك قيمه عاليه. طبعا هنا بيقول لك اقل حاجه، هو المفروض يديني زيرو صراحه، بس لانه مش انستنتينيوس يعني اقل شيء مينيمم بيديك هنا المينيمم بتاعه 0.05 على اليمين زي ما احنا شايفين 0.05. طيب لو رفضها بتاكد هو بيقول لك المينيمم بتاعها كذا، دخلت المينيمم بتبعت على كده وتختبر. طبعا احنا دخلنا في الاوفر كرنت على طول، في قبل كده ميجرمنت بتقدر بتحن، ومن خلال الاستاتس دي زي ما حكينا الاستاتس اللي فوق دي بتدخل على الميترنج، ومن الميترنج بتقدر تشوف اي استاتس للباور كوانتيتي او الكميات الكهربائيه، كرنت فولتج باور انرجي فريكوانسي، اي شيء بتقدر تشوفه من هنا، بتفتح وتشوف ادي السنجل فيز او فيز تو فيز او سيكونس بسيدوال اوفر كرنت، اي كميه كهربائيه عايز تشوفها بتشوفها بالانجل بتاعتها، لو انت عامل ريفرنس انجل هتشوف دي عشان تكون عملت الميجرمنت. يعني خلينا احنا زي ما احنا كده عملنا نص ويس وديفينت تايم، فهنشوف في الفريجا لو انا عملت نص هيعمل ايه، حقنت نص هيفصل عند كام. ارفع التيار عند نص او اقل، وابتدي ارفع بعد ما محقن لغايه عند القمه اللي هيفصل فيها هي عشان يجيب لي البيك اب فاليو. كده هو جاب لي البيك اب فاليو 5.52، طبعا في نسبه ايرور، وانا حابب انه ما يفصلش تاني، هشيل الطرف ده احطه هنا. الطرف ده جاي من الكونتاكت مكتوب عليه تريب مش بروجرامبل، هو تريب في اي تريب بيعمله بيقفل الكونتاكت ده، فانا جايبه يفصل الحق. لو نقلت الواير ده هنا بقدر اشوف الستار تحت ان الكونتاكت قفل بس من غير ما يفصل الحق كده، عشان انا حاطه في نمبر 2 قفل هنا فعلا. هم مديني هنا 3 كونتاكتات بس، 1 2 3، الباقي ده بيديه في السوفت كوبي باقي الكونتاكتات دي. لو قللت لغايه ما الستار دي تروح معناها ان الكونتاكت اتفتح تاني، اقدر اعمل دروب اوف خلاص كده، كانت اقل من كده. المهم هي دي فكرته، دي بالنسبه للفازا ار، برضو اقدر اعمل كده للفازا واي وفازا بي. يبقى كده ايه الاوفر كرنت تم اختباره بالشكل ده، هي دي القيم. لو عايز اختبر التايم كديفينت تايم هو دلوقتي ديفينت. طيب وده الزمن بتاعه اللي هو دي او سي ديفينت تايم فيز دي او سي ديفينت تايم 0.05. لو انا عايز اعملها مثلا 1 ثانية، قبل ما اعملها 1 ثانية ممكن اجرب هنا. وانت بتجرب التايم دايما تعمل ضعف القيمة المتوقعة لقيمة التيار المظبوط عليها، خليها 1 ثانية. هنحطنا قصدي 1 امبير، هنحطينه نص في سيتنج، خليه 1 امبير، ده المتعارف عليه عشان يجيله القيمة بالظبط. هو كان طبعا مش هيفصل عشان حطه هنا، لازم تركبه هنا. اعمل ستارت، اديلك 50 ملي سكند، يبقى هي 5 معناها 50 ملي سكند، تمام؟ معناها 50 ملي سكند. طيب لو حطيناها بواحد زي ما انا حطيتها كده، طبعا هي باللون الاحمر ما اتبعتتش، اول ما ابعتها كده تمام، يبقى هنختبر. المفروض يدينا ثانية، وبالفعل ادانا ثانية. لو انت عامل على الكريتيكال بوينت او على البيك اب فاليو هيديك 1.02 كده، يعني حاجه زي كده. ده بالنسبه للديفينت تايم. ولو عايزين نختبر الكيرفات تقلب الديفينت ده تخليه مثلا على اول قيمه بعديه اللي هي انفرس اي اي سي اللي هو الستاندر بتاع الشركه السعوديه للكهرباء او معظم الستاندر يعني في الدول، فتقدر بعد كده تشوف الاكسل شيت اللي انت مظبطه للكيرفات دي. ده الاكسل شيت، بتحط هنا قيمة الفاكتور اللي في السيتنج اللي هو الدايل هنا اسمه تي او سي دايل، فيز تي او سي دايل، هو ده
حطه، انت حطه بواحد هنا خلاص، يبقى تركبه في الاكسل شيت بواحد، حطه هنا بواحد. ولو انت عايز تحقن ضعف قيمة التيار اللي انت حاططها هيديك القيم اللي فوق ديت. مثلا لو عملت 2 في الاي اس الاي سيتنج، 2 في الاي سيتنج او 3 في الاي سيتنج، هاش دي يعني نمبر اوف الحقن، هتضاعف الارقام، عدد الاضعاف هي هنا 2. فلو انت ضعفت 2 يديك الشورت تايم انفرس، يديها لك كده. لو الستاندرد انفرس يديك كده، لو الفيري انفرس يديك كده، لو اكستريملي او لونج تايم انفرس يديك كده. تمام، كل دي كيرفات بتستخدم مع الاوفر كارنت ريلي على حسب الفاينل سيتنج اللي جاي. فافترضنا ان انا هضاعف القيمه مرتين، انا حاططها واحد لان انا عندي سيتنج بنص امبير اللي هو ده نص امبير. فالمفروض يعني يديني لو انا احط على الانفرس، الانفرس طالما حط على الانفرس يبقى انا اشوف كده الانفرس كام؟ 10. فالمفروض متوقع يعني ان هو يديني 10 سكند. انا هحقن واشوف، اداني ثانيه واحده بس، يبقى انا ما بعتش منه، جاب واحد ثانيه لان انا لسه ما بعتش السيتنج، يعني غيرته من غير ما ابعته اللي هو الانفرس. خلاص كده طالما اتبعت هتبقى لونها اسود، ما كده هيفصل عند 10 ثواني ان شاء الله. طبعا لو انت عامل انيبل الارس هيشتغل ارس مش هيشتغل اوفر كارنت، الا لو عملت 3 فازات بواحد امبير ساعتها مش هيشوف ارس فولت، هيشتغل اوفر كارنت بس. هنا فعلا اشتغل ب 10 سكند. ولو غيرت الانفرس ده خليته فيري انفرس يبقى لازم ابعت طبعا عشان يتاثر يتغير يعني، واشوف الفيري انفرس ده في الشيت الاكسبكتد فاليو بتاعتك تبقى كام. الفيري انفرس هنا مديالي 13.5، هنختبره ونشوف. واضح ان الاكسل شيت ده هو ستاندر، يعني كل ريليز لازم تلجا للستاندر ده اي اي سي، والقوانين واحده في كل الريليز الاوفر كارنت او الفانكشن يعني. 1375 فعلا هو قريب من الكلام ده. هو طبعا في رينج للكيرف، الكيرف ما بيبقاش حاد يعني. فبعد كده الاكستريملي انفرس 26 لو غيرناه، تمام الاكستريم انفرس 26 فهيديني هنا 26 يعني ده 27 وهكذا. اللونج تايم بعد كده في عندي اللونج تايم طبعا. اللونج تايم ده بسيطة يعني، اللونج تايم هنا تلاقيه 120، فأنا عشان كده هحقن 10 أضعاف عشان أخلص، لأن 120 كتير، فهحقن 10 أضعاف حسب الودنس بقى ما يطلب. 10 أضعاف أو التستريبورت يعني، هتخلوه لي بدل 120 هتخلوه لي 13. تمام، أنا هحقن 10 أضعاف في نص، يعني هحط بدل ما أحط واحد أحط 5. زي ما هو اكسبكتد فعلا. ودي كده تعتبر كل الكيرفات اللي بتستخدم عندنا او مستخدمه عندنا في التست. خلاص كده الاوفر كارنت
خلص. وال بعد كده عندنا النيجاتيف سيكونس. بعد كده الفانكشن اللي عندنا اسمها نيجاتيف نيجاتيف تايم نيجاتيف سيكونس تايم اوفر كارنت. الاول لازم نعمل الاوفر كارنت ده اليونت الاولانيه دي نعملها نو عشان ما يعني ما تشغلكش هي اللي اشتغلت ولا النيجاتيف اللي اشتغل. وتعمل النيجاتيف فانكشن يس نيجاتيف سيكونس. وبعدين نشوف السيتنج بتاعك خليه قيمة حسب انت عايز. برضو الدايل ده اللي هو مش هيفرق معايا الفاكتور بتاع التايم لو انا هستخدم الكرفات يعني. وده التايم التايم اقل حاجة قال لك 0.005 وتبعت السيتنج. هنشوف ازاي نختبر النيجاتيف سيكونس على الفريجة برضو. واسهل طريقة لاختبار النيجاتيف سيكونس على اي فاستين وبعكسهم عشان يتولد عندي نيجاتيف سيكونس. بروح نخلي الفريجة تقدر تغير الثلاث فازات مع بعض من الاوبشن ده. وبعدين هبتدي اوصل للزيرو وارفع لغاية المفروض يفصل عند واحد حسب قيمة السيتنج اللي انا حاطه لقيمة النيجاتيف سيكونس. وصل عند واحد طبعا انا كنت سريع شوية حصل عند واحد. ولو حبيت نعمل بيك الدروب اوف فاليو هو كده ستار يعني الكونتاكت مقفول. عمل ريسيت عند 3 ساعات تقريبا. ودي وظيفة النيجاتيف سيكونس. تقدر تخلي برضو التايم ديفينيت او كيرفات زي ما استخدمناها في ال في اوفر كارنت. وهنا اقدر بعد كده خلاص لو وظيفة النيجاتيف سيكونس كده خلصت تقدر تختبر النيوترال اوفر كارنت. النيوترال اوفر كارنت هنا برضو فيها 3 يونت. كل يونت تقدر تستخدمها كنيوترال تايم تحطها بقيم مختلفة يعني كباك اب لبعضها يعني. فتيجي على الاول النيجاتيف سيكونس وتعملها نو وعلى النيوترال بتعمله يس. الفرق الوحيد هو النيوترال زيه زي الفيز بس ان هو عامل كويل في الهاردوير زي ما شفنا في بداية الفيديو دوت ان هو عامل كويل مخصوص للنيوترال تايم اوفر كارنت. هو ده الطبيعي يعني النيوترال كويل ده لو مش متوصل في دايرة التيار بتاعت النيوترال مش هيشتغل. فلازم اتاكد ان هو موصل له فعلا دايره النيوترال بتاعه تجميع التيارات. ساعتها تقدر تستخدم الفانكشن ديت يعني الفانكشن بتبقى انالوج وسوفت وير مع بعض. الانالوج بتوصل له الكهرباء التيار والتيار عندي بقدر اظبط السوفت وير بتاع النيوترال تايم من الويندوز ديت. بعمل يس وبختار قيمه التيار اللي هيفصل عندي وبختار التايم كيرفات او ديفينيت اي دي ام تي او ديفينيت. ولو اخترت اي دي ام تي يبقى الدايل دوت بيشتغل معايا. لو ما اخترتوش خلاص مفيش مشكله بالديفن التايم بتاعي هو ده. فاثناء البيك اب والدروب اوف بستخدم اقل تايم اللي هو 0.005 وبعدين اقدر اغيره على حسب التايم اللي مطلوب مني في الفاينل سيتنج او في التست ريبورت لو اختبره اكسبتنس مع ويتنس. ببعت السيتنج على كده وبعدين نشوف ازاي هنختبره. يعني هو طبعا اختبره فازه واحده بترفعها عند بوينت 2 بيفصل وخلاص بيك اب ودروب اوف وخلاص. Thank you.